دكتور ميركل من البراندات الأمريكية اللي اشتهرت الفترة الأخيرة بشكل كبير جدا عن المجموعة بتاعتها للشعر، وابتدت شهرتها من دكتور من دكاترة مصريين مشهورين طلعوا في التلفزيون شكروا في الزيت بتاعها، فابتدت بنات كتيرة تجيبه. ناس عمل معاها نتائج كويسة جدا، ناس عمل معاها نتائج سلبية، وهنتكلم ليه الناس دي حصل معاها كده رغم ان تكون ممكن يكون المنتجات فعلا حلوة، وهنشرح النهاردة التركيبة بتاعتهم. يعني ملخص كده الفيديو ان فعلا في بعض المنتجات كويسة جدا وتستاهل، وفي مكونات تانية اي كلام بناء برضو عن المكونات بتاعتها اساسا ما تستنيش منها اي حاجة. فكل ده هنتكلم عنه في فيديو النهاردة، وانتوا كده تتفرجوا معايا على الفيديو قولوا لي تحت في الكومنتات لو انتوا جربتوا المجموعة دي، قولوا لي رأيكم كانت ايه وحصلت معاكم ايه بالظبط، كل التفاصيل عشان نفيد برضو اكبر قدر من الناس. خلونا نبدأ على طول كده بالمجموعة، واول خطوة هندور عليها في الروتين هو الشامبو. الشامبو بتاعهم واغلب المجموعة بتاعتهم بتتراوح من سعر، يعني اللي انا شفته الشامبو مثلا والزيت كان في حدود من 180 ل 200، مش عارف الاسعار وصلت لكام دلوقتي. فاول حاجة الشامبو بتاعهم هو مكتوب عليه ان هو free sulfate، يعني خالي من السلفيت. مكتوب عليه كمان ان هو يحتوي على زيت الزيتون وزيت الجوجوبا، وهو كمان فيه زيت الخروة وزيت عباد الشمس والبيوتين. خلينا متفقين ان الزيت ده هيكون كويس مع اصحاب الناس اللي فروة راسهم جافة وشعرهم جاف، غير كده لا، لان هو مش من الشامبوات اللي بتدي اي رغوة خالص، فمش هينضف الشعر كويس. بلس ان هما كاتبين عليه ان هو بيعالج القشرة وبيعالج حكة الراس والتهابات فروة الراس، لكن لو جينا نبص على مكوناته هو ما فيش اي حاجة تخليه يعمل الوظيفة دي، ما تنتظريش منه اي علاج للقشرة نهائي، ما فيهوش حاجة قوية تعمل كده. هو كل اللي فيه شوية زيوت، فهيكون تمام مع الناس اللي فروة راسهم جافة وشعرهم جاف. فيعني تقييمي ليه وبناء برضو عن انا الاول حاجة عملت سيرفي على الفيسبوك وعلى الانستجرام وعلى اليوتيوب قبل ما اطلع اعمل الفيديو ده، لاني مجربتش المنتجات، فبحب دايما اعتمد على التجربة. فانا هتكلم النهاردة من الناحية العلمية واستشهد باغلب تجاربكم. فاغلب التجارب اللي جات لي ان هو فعلا الشامبو مش مميز، وده باين من التركيبه بتاعته، هو مش مميز في حاجه، هو مجرد شامبو عادي خالي من السلفيت، لكن مفيهوش ماده قويه او تركيبه معينه هتساعدك في التساقط او هتساعدك في اي حل مشكله ان انت تروحي تجيبيه عشانها. فلو هو متوفر عندك كشامبو عادي مفيش منه اي مشكله، لكن مش شامبو مميز. تاني منتج معانا وهو البلسم، ده بيستخدم بعد الشامبو. البلسم تركيبته كويسه، يعني بادئ مثلا من تاني مكون فيه هو العسل، العسل حلو جدا للشعر، ومن خامس مكون الانجريدينت رقم 5 هنبتدي بقى نلاقي سلسله زيوت كده، زيت يعني زيوت كتيره مفيده، زيت اللوز الحلو، زيت جوز الهند، الزيتون والجوجوبا وعباد الشمس، وهنلاقي فيه كمان بروتين مجزأ وكيراتين مجزأ. الحاجات دي كلها بتساعد في علاج تقصف الشعر وتغلف الشعريه وبتدي لها مظهر كويس. فالبلسم كتركيبه هو بالنسبه لي كويس جدا، ولو قدامي مثلا محتاجه بلسم ممكن اشتريه واجربه انا كمان، فانتوا برضو قولي رايكم تحت في الكومنتات. وخلينا ندخل بقى بسرعه على المنتج اللي هو عليه الضجه الكبيره جدا، وعليه يعني بصوا اختلاف عكس بعض، اراء عكس بعضها خالص في النتائج، اللي هو دكتور ميركل اويل اللي هو الجرو اويل او الزيت بتاعهم. احنا هو في الزيت وفي السيرم، دول اكتر اتنين، بس الزيت هو الاقوى وهنتكلم عليه دلوقتي ونبدا عليه كلامنا. مشكله الزيت ده ان هو متروج ليه بشكل غلط، اتعمل ليه دعايه ان هو بينبت فراغات الشعر وان هو بديل للمونوكسيديل، ودي مش حاجه صحيحه قوي لان تركيبته ما فيهاش حاجه شبه كده، وصعب ان التركيبة بتاعته دي تعمل تنبيت للشعر. التركيبة بتاعته دي بتخلي فروة الراس صحية اكتر وتخلي الشعر كمان صحي، بتوفر ظروف ان البصيلات تبتدي فعلا تطلع شعر. لو كان في اي مشكلة في فروة الراس بتحلها شوية عن طريق المكونات اللي هنقولها دلوقتي، فبتساعد ان بصيلة الراس تبتدي تطلع شعر بشكل صحي فعلا. ولكن اكون اول حاجة انا بستخدمه صح، لان 90% من الناس بتستخدمه بشكل خطأ وحصل معاهم نتائج عكسية. تاني حاجة اكون انا اصلا ما عنديش مشكلة مزمنة مستمرة معايا، واتكلمنا في المشاكل اللي بتسبب تساقط الشعر وان الشعر يكون خفيف في فيديو قبل اللي فات على طول، او يعني من فيديوهين بالظبط هحط لكم اللينك بتاعه. لازم اكون انا بدأت اشتغل على الاسباب دي وبدأت احلها،
واستمر على الزيت بالاستخدام الصحيح بتاعه، والفتره ما تقلش عن 2 3 شهور، ساعتها هتلاقوا نتائج كويسه لان الزيت فعلا تركيبته كويسه. بس برضو يعني في غلطه كده في المكونات، او في حاجه مش احسن حاجه في المكونات، رغم ان باقي المكونات كويسه. ان رقم واحد هو مينرال اويل، زيت معدني، وفي ناس كتير بتخاف من الزيوت المعدنيه. الزيت المعدني هو عباره عن زيت مشتق من مشتقات البترول، معمول له معالجه، لسه اخطاره مش مظبوطه بنسبه 100%، ولكن في ناس ستيل بتقلق منه. هو زيت عامه مش مفيد قوي، هما بيستخدموه عشان بيقدروا يظبطوا بيه قوام الزيت، ومخلين الزيت هنا خفيف وليه تأثير على ترطيب الشعر. لكن في بعض الناس بتخاف من الزيوت المعدنية وبتبعد عنها، وانا يعني مش بحبها قوي، ولكن هي بقت تركيبته تشفع له بصراحة. انا عندي تاني مكون فيه، انا هحط لكم المكونات هنا. تاني مكون فيه كان حمض الساليسيليك. حمض الساليسيليك هنا بقى هيعمل ايه في منتج للشعر؟ هيقشر فروه الراس، هيساعد اول حاجه ان لو في جلد ميت كاتم البصيلات، لو في اوساخ، لو في تراكمات على فروه الراس نتيجه عدم الغسل الكويس، هو هيساعد ان هو يقشرها، وبالتالي هيدي فروه الراس والبصيلات فرصه انها تتنفس وتطلع الشعر بتاعها بشكل كويس. كذلك برضو هيقلل من دهون. في ناس من كتر ان فروه راسهم دهنيه بتخنق الدهون، بتخنق البصيلات وتعمل لهم قشره، فبيقلل من الدهون، هيقلل من الجلد الميت، هيخلي فروه الراس صحيه، يساعد انها تمتص كويس باقي المكونات علشان تشتغل. تعالوا نبص كده على المكون رقم 3، هنلاقي زيت اللافندر اللي بيحفز نمو الشعر. بعد كده عندي زيت الافوكادو. زيت الافوكادو برده من الحاجات اللي بتقوي الشعريه نفسها وتخليها مش سهله الكسر، فبالتالي التساقط يقل والتكسير يقل. عندي بقى رقم 5 فيتامين ايه. فيتامين ايه يعني زي التريتينوين اللي احنا نستخدمه لبشرتنا، والريتينول والحاجات دي، هو مشتق احد مشتقاته. هنا هيعمل ايه للشعر؟ هنا هيعمل على انه برضو يقشر فروه الراس من الجلد الميت، هيزود معدل تجدد الخلايا، هيخلي فيه الجلد الموجود والكونديشن الظروف الموجوده صحيه، ان البصيله تقدر فعلا تطلع شعر جديد. هو الزيت هنا بيحسن اي مشاكل مأثره على الشعرايه، بيديها فرصه، او مأثره على بصيلات الشعر، فبيديها فرصه انها تنتج شعر كويس. في كمان فيتامين اي بيدي ترطيب للشعر، بيزود قوته. عندنا كمان بقى شويه زيوت كده طبيعيه كويسه زي زيت القرنفل، السمسم، الخروع، والجوجوبا. فهو تركيبته فعلا كويسة، مع الاخذ في الاعتبار على ان انا ابص على اسباب التساقط واشوفها واتاكد انها مش موجودة عندي، او ان اوريدي بدأت احلها، مع طريقة الاستخدام. طريقة الاستخدام اللي بينصح بيها واللي مكتوب على العبوة واللي شفتها في بوستات كتيرة، ان بيستخدموه كمساج لفروة الرأس مرتين يوميا، بحجة ان هو زيت خفيف ومفيش مشكلة انا استخدمه مرتين يوميا على الرأس ومغسلهوش. ودي غلطة بشعة جدا، الزيوت هتتراكم على فروة الرأس. في ناس ممكن تعمل لها حساسية والتهابات لو انا عمالة اراكم زيوت، في ناس ممكن تعمل لها قشرة وتخنق الشعر والشعر يقع، بتكتم البصيلات. مفيش حاجة، انا من زمان دايما ضد ان حد يستخدم زيت على فروة راسه ويسيبه. الطريقة الامثل لاستخدام الزيوت، اي زيوت، وهنا ميريكل كذلك، ان انا هستخدمه على فروة راسي مرتين في الاسبوع، مساج. المساج مهم جدا، 10 دقايق مساج. وهنا هحطه كمان على فروة الراس والشعر، واسيبه ساعة لساعتين. ممكن استخدم بني مثلا حراري، ممكن استخدم بني عادي، حاجة بس ان هي كدرجة حرارة دافية شوية، ان بتحفز ان البصيلة تمتص الزيوت دي اكتر والمواد الفعالة اللي فيها اكتر، وببتدي بعد كده اشطفه. لكن الطريقه اللي الناس بتستخدمها دي هتلاقي ان هي بتجيب معاهم نتيجه عكسيه. كده انا خلصت كلامي عن الزيت، واستنى برضو في الكومنتات ارائكم عنه. بعد كده عندي السيروم. السيروم من قبل ما اقول مكوناته، فهو للاسف من الحاجات اللي 90% من الفيدباك اللي جالي عليها فكان سلبي جدا، اغلب الناس ما شكرتش فيه خالص خالص خالص. السيروم مكتوب عليه ايه؟ مكتوب عليه ان هو بيهدي الفروه الجافه والتهابات الشعر، وبيقلل من التقصف، وبيحسن من الشعر الجاف. وهو في الحقيقه مكوناته زيرو، ما فيهوش حاجه تشتغل على الكلام ده. السيروم عباره عن سيليكون، انواع مختلفه من السيليكون، بس عليها شويه زيت قرنفل وزيت نعناع تقريبا، او مظبوط عليها زيت قرنفل وزيت نعناع. صوت يعني هيعملوا ايه؟ ايه السيليكون هيعمل، هيعالج ايه في الكلام اللي هو عمال يقوله ده؟
فده كان يعني شيء من غير ما ابص، قبل ما ابص على الكومنتات بتاعت الناس والفيدباك بتاعت الناس اللي جربته، ببص على مكوناته يا جماعه في ايه، هو واخد شهر عليه ما فيهوش حاجه عله يعني، كمكونات ما فيهوش حاجه مميزه. فبالفعل ناس كتير جدا ما شكرتش فيه، جايز ممكن يكون حد عجبه برضو قولي لي تحت في الكومنتات، بس حقيقي ما يعني ممكن يكون 95% كانت ريفيوهات سلبيه، ما شفتش ريفيو ايجابي بشكل واضح. بعد كده هتلاقوا بقى ايه، في عندنا ماسك للشعر شبه كده حمام كريم، بيستخدم قبل الشاور، مكوناته برضو معقوله، هو كترطيب برضو للشعر ومحاوله لعلاج التقصف. عندي في نوعين كده زي ليفن بيستخدموا للتسريح، في واحد اسمه هوت جرو، المفروض ان هو ده كمان بيساعد على نمو الشعر، يعني مكوناته برضو مش اللي هي الواو، مكوناته معقولة، زي التسريح كويس طبي ويعني مكوناته كويسة مش مضرة. تمام. في كمان عندهم الليفان التاني حاجة اسمها تامبل اند ناب، ده ممكن يستخدم برضو على فروة الراس، بيقولوا ان هو بيزود برضو نمو الشعر، ولكن ده خلي بالكم منه ان هو فيه سيليكون، فمش هينفع ان انا استخدم مع الشامبو بتاعهم. السيليكون عامة مش وحش، ولكن لازم استخدم معاه شامبو يكون فيه سلفيت علشان يتغسل كويس وما يتراكمش على فروة الرأس. كده انا خلصت اشهر المنتجات بتاعت ميريكل او دكتور معجزة او دكتور ميريكل زي ما بيسموها. استنى رأيكم في الكومنتات، انا ما جربتهمش للاسف، ما جاتليش فرصه ان انا اجربهم، لكن هستنى ارائكم وحاولت ان انا اشرحه لكم، علشان انا عارفه ناس كتيره بتقعد تسالني كل شويه عن حاجات ما كنتش مجرباها، فقررت ان انا كل فتره كده ممكن اخد شويه من الحاجات المشهوره، انا مش هقدر اجرب ده كله بنفسي ولوحدي، واتكلم عنها من ناحيه المكونات برضو واخد رايكم، بحيث يكون مرجع للناس التانية اللي عايزه تشتري المنتجات دي. اشوفكم على خير الفيديو الجاي، دمتم حلوين فاهمين، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.